السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السادة الرئيسي المحترمين، سنوضح آلية المتبعة لاستخدام موقع جامعة الكفيل للتعليم الإلكتروني. يفضل استخدام متصفح جوجل كروم، ثم نكتب في شريط البحث العنوان التالي www.alkafil.edu.iq. ستظهر لنا النافذة الرئيسية للموقع، ثم نختار تبويبة التعليم الإلكتروني من الشريط التبويبات الموجود أعلى الصفحة، ثم ننقر على الخيار الأول بوابة دخول الكادر التدريسي، ومن ثم ننقر على الخيار الرابع السادة التدريسيين. يمكنكم الحصول على اسم المستخدم ورمز المرور من عمادة الكلية أو رئاسة القسم أو شعبة تكنولوجيا المعلومات، وبعدها انقر على تسجيل الدخول. سوف تظهر لنا النافذة الرئيسية الخاصة بحسابنا، والتي تحتوي على ثلاث تقسيمات من الجهة اليسرى: أولا الرئيسية، ثانيا الامتحانات عبر الانترنت، ثالثا البريد. يحتوي القسم الأول الرئيسية على 5 خيارات: أولا الرئيسية، ثانيا الدرجات، ثالثا المحاضرات، رابعا الغيابات، خامسا التبليغات. من الصفحة الرئيسية يمكنكم الاطلاع على التبليغات والجداول حسب أنواعها: أولا جدول الأساتذة فقط، ثانيا جدول العام، ثالثا جدول الخاص بالشعبة بعد تحديد الشعبة. وكما موضح من صفحة الدرجات، يمكنكم متابعة وإضافة الدرجات الخاصة بالطلبة، يمكنكم إضافة من خلال اختيار المادة، ومن ثم اختيار تاريخ الامتحان وتسمية الامتحان واختيار نوع الامتحان، ومن ثم النقر على زر التالي. بعدها سوف تظهر نافذة تحتوي أسماء الطلبة، يتم من خلالها إدراج درجات الطلبة، ويمكنكم إضافة ملاحظات إن وجدت، وبعد انتهاء يتم النقر على زر الحفظ، وبعدها النقر على زر الإنهاء. من صفحة المحاضرات نكتب اسم المحاضرة، نختار ملف المحاضرة عن طريق الضغط على زر استعراض، وقبل رفع المحاضرة نختار المادة، ثم نختار المراحل والشعب المراد الرفع إليها، ثم نضغط على زر الرفع. من صفحة الغيابات يتم متابعة وإضافة غياب وحضور الطلبة من خلال هذه الصفحة، حيث يمكن ذلك من خلال تحديد التاريخ، وبعدها النقر على اختيار المادة لتحديد المادة المعينة، وبعد الانتهاء الضغط على حفظ. أما القسم الثاني من الصفحة الامتحانات عبر الانترنت، يحتوي على خيارين هما قائمة الامتحانات ونتائج الامتحانات. من قائمة الامتحانات سوف تظهر لنا جميع الامتحانات التي تم إجراءها للطلبة، وأيضا المراد إجراءها، ويمكن إضافة امتحانات جديدة للطلبة من خلال النقر على زر جديد، وبعدها اختيار المادة المعنية من خلال النقر على اختيار المادة، ومن ثم اختيار الطلبة المراد إجراء امتحان لهم، وبعدها عنوان الامتحان، وبعدها يتم تحديد تاريخ ووقت بداية من خلال النقر على وقت البدء، وأيضا تحديد تاريخ الانتهاء ووقت نهايته خلال النقر على تاريخ الانتهاء، ويتم تفعيل زر المرفقات إذا كان الامتحان بحاجة إلى مرفقات، ويتم تفعيل أيضا زر الفعال عند المراد إجرائه، ويمكننا إضافة وصف مختصر للامتحان. وإذا أردنا أن نظهر النتائج للطلبة يتم تفعيل زر إظهار النتائج، وبعدها النقر على زر الحفظ. بعدها سوف تظهر نافذة جديدة تحتوي على عرض الامتحان وإضافة سؤال. عند الضغط على خيار إضافة سؤال يتم إضافة السؤال مع تحديد نوعه حسب الأنواع الموجودة في القائمة.
وعند اختيار الطريقة المراد بها امتحان الطلبة نكتب في الحقل السؤال، وفي الأسفل الإجابة الصحيحة، وفي الأسفل الإجابة الخاطئة، وعند الانتهاء نضغط على إضافة. من صفحة نتائج الامتحانات يمكننا متابعة أجوبة الطلبة الخاصة بالامتحانات وإدراج الدرجة المخصصة للطالب، وذلك من خلال النقر على السهم الموجود بجانب كل اسم مادة. وعند ظهور أسماء الطلبة يمكن عرض أجوبتهم من خلال الضغط على عرض النتائج. ومن صفحة البريد يحتوي على خيارين، الأول الوارد، الثاني الصادر. يمكن التواصل مع الطلبة عن طريق الخيار الثاني الصادر كما هو موضح.